السلام عليكم. كي نروحوا الولايات العلمدية وبالضبط في بلدية بلشيكاو الواقعة في أعالي مدينة المدية، واللي هي يعني في حد ذاتها تقع في موقع عالي، إذن منطقة تعرف كثافة كبيرة في تساقط الثلوج. إذن في هذه المنطقة نعرفكم بهذه الحي السكني أو المجمع السكني تم إنشاؤه. إذا نخليكم تابعوا الفيديو حول هذا المجمع السكني الجديد في منطقة بنشيكاو في ولاية المدية. أترككم في رعاية الله، يحفظكم، والسلام عليكم.